سلام يا طنطان يا دار السلام، دار تزينها المداين والخيام. ختام ناجح شهده موسم طنطان الثقافي 2024، قدم خلالها جناح دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة غنية لزوار المهرجان عبر باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والترفيهية والعروض الباهرة التي نجحت في تقريب الزوار إلى الموروث الإماراتي الحي. تاريخنا واحد وهذا من زمان، من دارنا جينا نشارك بالتراث. وتحت شعار 20 عاماً من الصون والتنمية البشرية، المشاركة الإماراتية من قبل هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات موسم طنطان الثقافي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بصون التراث، استقبلت الزوار بحفاوة كبيرة وأنشطة تعكس قيم وعادات المجتمع الإماراتي الأصيلة. وضمن ساحة نابضة بالحياة، استعرض الجناح الإماراتي مجموعة واسعة من عناصر التراث الإماراتي المعنوي كالقهوة العربية، المجالس، سباق الهجن، التلي، السدو، الصقارة، العيالة، التغرودة، الرزفة، العازي، الأفلاج، النخلة، حداء الإبل، الهريس، إلى جانب عروض حية لمختلف الحرفيين الذين يمثلون جميع البيئات الإماراتية. من دارنا جينا نشارك بالتراث. وقدمت مجموعة من الحرفيات في موسم طنطان الثقافي لمحة عن الصناعات التراثية الإماراتية القديمة وما ارتبط بها من عادات وتقاليد، لتنقل للزوار ضمن عرض حي صورا اجتماعية وإنسانية شكلت نقطة جذب للزوار للتعرف على حياة الأجداد وتقديم صورة متكاملة حول الحرف اليدوية التقليدية القديمة. على العهد جينا ولجل المهرجان. الجناح الإماراتي حريص من خلال مشاركته في موسم طنطان الثقافي على تقديم رسالته بالحفاظ على التراث الوطني والموروث الفكري والثقافي لدولة الإمارات، وتأكيد عمق الحضارة الإماراتية وإظهار تراث تقاليدها وإبراز مدى تنوعها من خلال هذا الحدث العالمي القادر على استقطاب آلاف الزوار عبر برنامج ثقافي غني ومتميز.